رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهما فقال وهو يشتملهما، يعني يجلسان في حجره الشريف: اللهم إني أحب ابني هذين، اللهم فأحببهما. هذه الدعاء: اللهم أحبب الحسن والحسين. ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مستجابا، ولذلك نرى الأمم تنجذب إلى ضريحه الشريف الذي اشتمل على رأسه المبارك في مصر. أمم من الناس انجذبت إليه لأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له ولأخيه الأكبر بالخير.